كل يعني المصادر المتطابقة وعديدة تقول لك بأن الرجاء دخلت مع نادي أهلي طرابلس الليبي في مفاوضات جدة. هذه المرة ماشي من أجل انتداب له في الليك لاعب معار، لا السنة الماضية، ولكن من أجل يعني انتداب الوف اللي كلاعب نهائي في الرجاء. الكل يتكلم على سومة قدرها 150 ألف دولار فقط للبيع، يعني فقط سومة ديال الفريق، سومة ديال الفريق هو 150 ألف دولار باش أتبيعه الأهلي ديال طرابلس الرجاء، وسومة هي قليلة. الكل يتكلم على عقد مرتقب بين الوف اللي والرجاء لسنتين فقط. هذه أول ما فهمتاش، السومة 350 مليون سنتيم في السنة، مزيان، ولكن من نشريو عقد 150 ألف دولار على الأقل نقسمو على أمورتيو على 3 سنين باش باش داك لو كو داك الثمن الأول ديال 150 ألف دولار تعاود متأمور على عامين وتحسب 75 ألف دولار في العام زائد 350 ألف دولار تعليم الوف اللي ب 425 مليون في العام، نديرو على 3 سنين باش نديرو 50 50 50، ديك الساعه يطلع على 400 في العام للرجاء، ونديرو 3 سنين لاعب اللي تنتيقوا فيه من الاحسن نديرو 3 سنين ماشي عامين. بصح ماذا تظن خي بدر الغماري؟ نقول انا هذا الكلام اللي قلتيه راه منطقي، و يعني كنتمنى ان المسيرين بالرجاء يفكروا معك بنفس الطريقه اللي هاد سي، باسكو سي بلو لوجيك لا مانيير باش تي بريزونتي لا شوز كو شي اللي كاين. لا ديجا وصلوا ل 150 الف دولار بو ان جوغ دو سيت فالور انترناسيونال، تدق على اي فريق مغربي بجوغ عادي اللي ماشي دولي تطلب دابا 250 300، دونك 150 الف دولار هي ا بو بري 140 مليون، ثمن مزيان لا يناقش. دابا المشكل اللي كاين هو ان يعني عامين جاتني قليله انا لو كونترا، عامين جاتني قليله ولكن يمكن اللاعب عنده شكوك يعني في البلاصه اللي غياخذها في الفريق، ويمكن ما باغيش يتونجاجا في واحد لابيريود اللي طويله، كيبقى اختيار ديالو في الاخر شحال من الوقت باغي هو يدير العقد مع الرجاء، يعني سيت ان اكور بيناتهم. انا كنظن ان الرجاء يبخينا ريسك انه يبخينا جوار اللي سيني دو زون بالثمن هذا. تنظن الوف اللي غدا يبان كل شيء، ولكن المصادر ديالنا متطابقه ومصادر منطقيه ومصادر متعدده، فيمكننا نجزمه بان الوف اللي سيكون حاضرا غدا في الدار البيضاء من اجل توقيع العقد.